من باريس أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي، أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، يعني ما مدى جدية تهديدات إيران هذه المرة، أم أنها مثل كل مرة زوبعة في الفنجان؟ أهلا بك زلالة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن النظام الإيراني على الأقل في هذا التوقيت ليس لديه الرغبة في فتح جبهة لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع حلفائها في المنطقة، لأن هنالك اعتقاد بأن الإدارة القادمة، إدارة بايدن، سوف تكون أكثر انفتاحا على بناء علاقات جيدة مع الجانب الإيراني، وبالتالي أي رد عسكري أو عمليات تستهدف مواطنين إسرائيليين أو أمريكيين أو مواطنين من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يعني أن مهمة بايدن في إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي أو حتى فتح قنوات تفاوض مع الجانب الإيراني سوف تكون صعبة للغاية. لذلك أعتقد أن هذه التهديدات لا تخرج عن التهديدات التي اعتدنا عليها سابقا، خصوصا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إيران إلى استهداف من قبل الموساد الإسرائيلي أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن دكتور، هذه المرة الولايات المتحدة يعني تمر بظروف انتقالية استثنائية لم نشهدها، يعني وحتى الانتخابات هذه المرة كانت مختلفة، وبالتالي يعني تهديدات ترامب إلى أي مدى قد يعني نأخذها بمحمل الجد هذه المرة؟ إلى حد كبير، لأن ترامب يريد أن يرسخ بعض التوجهات في السياسة الخارجية، أولا تظهره بمظهر المتحكم والذي رسم سياساته والذي طبق ما وعد به خلال الحملة الانتخابية، هذا من جهة. من جهة ثانية تصعب مهمة الرئيس القادم جو بايدن، ومن جهة ثالثة ربما أيضا تمهد الأرضية لإمكانية ترشح الرئيس ترامب إلى ولاية جديدة بعد 4 سنوات من الآن، وبالتالي كل هذه العوامل تجعل الأطراف المعنية بالسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في مناطق أخرى تهتم وترى بأن هناك تهديدات ترامب هي تهديدات جدية. وإن كان الحقيقة الذهاب إلى حد المواجهة المباشرة مع الجانب الإيراني باعتقادي أنها مسألة في غاية الصعوبة، إن لم تفعل إيران شيئا معينا أو تقوم بهجوم معين تستهدف مواطنين أمريكيين فذلك سوف يعطي المبرر. لذلك نحن نستبعد بشكل كبير أن تقوم إيران بأي إجراء يمكن أن يستفز الولايات المتحدة الأمريكية ويعطي المبرر لترامب للقيام بهجوم عسكري شامل. إذن أنت لا ترى أي نوع من التصعيد يلوح في الأفق، ويعني خيار هذا الحرب يعني الذي نسمع دائما عن هذا السيناريو هو بعيد بين الولايات المتحدة وإيران خصوصا مع قدوم بايدن؟ بداية حتى تسلم بايدن للسلطة الحقيقة هنالك عدة أسابيع ويمكن أن تكون فيها كثير من الأحداث، يمكن أن نشهد تصعيدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما ذكرنا فإن ترامب يريد أن يرسخ توجهات في الخارجية تفرض على الإدارة القادمة، لذلك وأيضا عمليات استخبارات ضد النظام الإيراني. لكن من جهة طهران لا أعتقد أن هنالك إمكان. نعم، شكرا لك دكتور رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية من باريس.